للحديث مشاهدينا الكرام عن دور الإعلام المقاوم الحر في تاريخ الدول التي تتعرض للغزو، والدور الذي لعبته قناة رافدين في العراق منذ احتلاله وحتى اليوم. معنا في الاستوديو الدكتور فارس المهداوي، الكاتب والباحث السياسي. مرحبا بك دكتور فارس. أهلا وسهلا. هنا دكتور فارس، لماذا اختارت قناة رافدين طريقا موحشة في مقابل ترسانة إعلامية كبيرة للمحتل وتوابعه؟ مساء الخير أولا عليك وعلى السادة مشاهدي قناة رافدين وعلى كل الذين عملوا على تأسيس هذه القناة والعمل فيها منذ 16 عاما. وأنا دائما أقول كل من يعمل في هذه القناة أو يرعاها أو يدعمها فهو في باب المجاهدين في سبيل اجتثاث الفساد وتحرير البلاد وأيضا إنقاذ العباد مما وقع فيهم من أذى واضطهاد عبر احتلال البلد من قبل القوات الأمريكية والقوات المتحالفة معها، ومن ثم تمهيد الطريق للقوات الإيرانية ولإيران تحديدا كنفوذ شبه مستقر ودائم في هذا البلد. لذلك أنا أعتقد أن قناة الرافدين هي الوجه الحقيقي والمعبر للمقاومة العراقية التي انبثقت بعد احتلال العراق مباشرة، والتي رفعت رايتها خفاقة هيئة علماء المسلمين في العراق بقيادة الشيخ المجاهد القائد الدكتور حارث الضاري رحمه الله تعالى، والذي كان من أصلب وربما أعمق المجاهدين الذين لوح بهم الأعداء قبل ما يلوح بهم الأصدقاء عبر سلسلة من التجارب التي عبرت عن صلب إرادة هذا الرجل المجاهد وعن عمق إيمانه بالعراق، وهو سليل أسرة لطالما عبرت عن هذا التوجه الوطني العميق. إلى أي مدى دكتور استطاعت قناة رافدين أن تحقق المسؤولية التي وقعت على عاتقها في 16 سنة الماضية؟ هي كقناة وكواجهة إعلامية للمقاومة العراقية الحقيقة أعتقد حققت الكثير، عرضت الكثير ربما من الحقائق التي حاولت قوات الاحتلال أولا ومن ثم السلطات التي جيء بها من قبل المحتل والتي مثلت الحكومات المتعاقبة، عرض الحقائق التي زيفها أو حاول أن يزيفها القائمون على البلد الحقيقة منذ عام 2003 وحتى اليوم. أيضا القناة كانت وما زالت هي منبر لصوت المظلومين وصوت ربما المضطهدين والذين يلاقون أنواع العذاب وأنواع الظلم من جراء هذا النظام أو هذه الحكومة أو تلك. أعتقد أن المهمة والأهم في قضية قناة الرافدين أنها بقت تمثل الصوت الحر للعراق. كل القنوات الأخرى بدون استثناء الحقيقة مالت إلى جانب الاستمالة السياسية أو الاستمالة المالية أو الاستمالة حتى بالانتماء إلى دولة معينة أو إلى جهة معينة باستثناء قناة الرافدين. قناة بقت مصرة على أن تدير نفسها بنفسها وأن تعتمد على تمويلها المحدود جدا في سبيل أن تظهر الحقيقة وأن تقول للمحتل ولأذيال المحتل أننا موجودون وأن الشعب العراقي لن يستكين وأن هذا البلد الذي عمره أكثر من 7000 سنة لن يكون لقمة سهلة ولن تمر هذه المسألة لأن هناك شعب عظيم وأننا نمثل جزءا مهما من هذا الشعب ألا وهي المقاومة العراقية الباسلة. احتضنت قناة الرافدين وقامت بكشف جميع أوضاع ثورة تشرين وكشف الأوضاع التي قبلها والتي بعدها. هنا المواطن العراقي كيف ينظر إلى هذه القناة التي تمثل صوته بكل شجاعة والتي لا تستكين ولا تخضع لأي مساومة؟ العراقيون يعلمون جيدا أن هذه القناة هي قناة تمثل نبضهم، ورغم الحيف الذي يقع على العراقيين ورغم المظالم الكبيرة ورغم انشغالهم ربما بآلاف المغيبين بآلاف المسجونين أيضا بالأزمات الاقتصادية الكبيرة التي تعاني منها العائلة العراقية، رغم هذا كله فإنهم ما زالوا يعتقدون أن هذه القناة رغم الضيق الذي ربما يحاول أن يضعها فيه كل القوى المتكالبة عليها
إلا أنها ما زالت تعبر عن بصيص أمل على أن هذا الشعب فيه القدرة وفيه القدوة على أن ينفذوا من هذا الموضوع الذي ربما يشكل فاصلة تاريخية كبيرة جدا في حياة العراق والعراقيين، والتي إن اجتازوها فإنهم سيكونون محصنين ربما لعشرات السنين من قبل أي جهة يمكن أن تستهدف العراق وأمنه وسيادته. طيب دكتور، قناة الرافدين باعتبارها نموذج للإعلام المقاوم، إلى أي مدى حققت المهنية بعملها؟ المهنية مسألة الحقيقة جدا بالغة الصعوبة في كل العمل الإعلامي حقيقة، لكن ولأن قناة الرافدين لا تنتمي لفئة سياسية بعينها ولا تنتمي لطائفة بعينها ولا تعبر عن وجهة نظر حزب سياسي معين، فإنها يعني لا تمتلك خيارا غير أن تكون مهنية، لأنها غير مستفيدة من تلوين أي خبر أو أي قضية لصالح هذه الجهة أو تلك. هي تبرز الحقائق كما هي وتسلط عليها الضوء في أكثر من برنامج وأكثر ربما من نافذة إخبارية ومن تحليل سياسي، من أجل أن يعي الشعب ويتثقف في المسائل التي تمس أمنه، سواء الغذائي أو الاقتصادي أو السياسي أو الاجتماعي. لذلك أعتقد أن المهنية وإن كانت كما ذكرت مسألة بالغة الصعوبة في وسائل الإعلام سواء المقروءة أو المكتوبة أو المسموعة، إلا أنها في قناة الرافدين تقترب كثيرا من موضوع الموضوعية والمهنية، وإن كانت الحقيقة إن كانت هناك بعض النواقص، يعني بوجهة نظري كرجل إعلام إن كانت هناك بعض النواقص فذلك بسبب الحصار الذي تتعرض له القناة داخل العراق. فكما تعلم ويعلم السادة المشاهدين ربما بالأغلبية أن مراسلي القناة ربما لا يمتلكون الحرية في التنقل بين مصادر الأخبار أو بين مواقع الأحداث حينما يعلم أنهم من قناة الرافدين. تكسر كاميراتهم، ربما يصادر ما لديهم من أجهزة، وأيضا يتعرضون ربما بعضهم للاعتقال وبعضهم للإيذاء. لذلك القناة تعمل بظروف غير اعتيادية، وهي قناة مقاومة، يعني اسما على مسمى وليس توصيفا مجازا، وإنما هي تقوم بأعمال تقترب من حالات الجهاد، لأنها أن تنقل الحقيقة من مجتمع فاسد. تقصد المقاومة المسلحة، المقاومة الإعلامية. هنا المقاومة الإعلامية التي تمثلها قناة الرافدين، المقاومة المسلحة هي شأن داخلي يعني فيه استخدام السلاح وجها لوجه مع القوى التي تحمل السلاح أيضا من ذيول المحتلين والمحتلين قبل ذلك. لكن هذه القناة تمثل وجهة نظر صوت الحق في أصحاب هذه البنادق، لأننا لا ننتمي إلى جهة معينة تحمل بنادقها في داخل العراق، وإنما نحمل أقلاما ونحمل كاميرات تظهر الحقيقة وتصورها كما هي وتنقل الواقع لكي يشاهده العراقي ويشاهده العربي، وأيضا تشاهده وسائل الإعلام الأجنبية التي ترصد أيضا حركة هذه القناة ونموها وتطورها. لذلك أعتقد أن المسألة هي مسألة جدا مهمة عندما تجير قناة الرافدين في المستقبل من حساب جرد القنوات الإعلامية العراقية، طريقة عملها وطريقة حصولها على الأخبار وطريقة تقديمها للأخبار وحتى طريقة قبول الضيوف لأن يستضافوا في قناة الرافدين. الكثير من الضيوف يرفضون القبول بالظهور من خلال شاشة الرافدين، لأن هذا وحده تهمة بالنسبة لحكومات الاحتلال المتعاقبة وأيضا للميليشيات المسلحة والمرتبطة بشكل كلي أو جزئي مع إيران، وهذا معلوم للجميع والجميع يعلم أن هناك حقيقة مصالح واستحقاقات كثيرة خسرها مراسلو ومذيعو قناة الرافدين والمسؤولين فيها من خلال ظهورهم في شاشة قناة الرافدين. شكرا لضيفي في الاستوديو الدكتور فارس المهداوي الكاتب والمحلل السياسي. شكرا جزيلا.